دروبهم تمشي للخير وقلوبهم يهمها الغير، خط وسيرة من ذهب وبيبقى أثرهم للأبد. كفو. خمسة عشر قصة ملهمة وبطل استثنائي كانوا الرهان الحقيقي لهذا الوطن. فشكراً لعزيمة أيمن اللي علمتنا أن المستحيل لا وجود له في قاموس الأبطال، لحنية أم أحمد اللي كانت النور للي حولها، ولقلب خليل الكبير اللي احتضن الجميع. شكراً للخير اللي في قلب محمود اللي غير لنا مفهوم العطاء والإنسانية، للأمل اللي عطتنا إياه نادية، ولطيبة وتفاني حج محمد. شكراً لعطاء آمال وأثرها في حياة كل محتاج، لشهامة محمد سالم اللي أثبتت لنا فزعة البحريني وشجاعته، ولمبادرة زينب وأثرها في حياة الغير. شكراً لاجتهاد بدر اللي علمنا أن العطاء ما له عمر، للحب والحنية اللي في قلب هيا، ولعزيمة وإصرار خالد اللي علمنا أن الأمل لا يمكن أن يموت. شكراً لفزعة يوسف ومعدن الأصيل، لإنسانية الدكتور حبيب اللي تجاوزت حدود مهنته، ولروح أم عبد الله الأصيلة اللي ذكرتنا أن الدنيا لا زالت بخير. بحرين بخير، بأهلها، بحكوماتها، بشعابها، بملكنا. من حمد الله البحرين بخير. بحرين عظيمة، وين ما تروح الناس يحبون عمل الخير. ما في أجمل من هالبلد حقيقة، أقول لك بحرين بلد العطاء. الله يحفظ البحرين وعيالنا، ونشوف عيالنا من أحسن الناس، وعندهم تطور وعندهم رؤية وعندهم ثقافة، والله يحفظهم جميعا ويحفظ البحرين يا رب. الواحد مهما قدم أو عطى حق الديرة، يعني مهما تكون هاي ديرتنا في عيوننا إن شاء الله. أهل البحرين هم اللي كفوا، وهم اللي كفوا ولهم وقفات وأكثر من كذي وقفات، فهاي أهل البحرين هم الكفوا. ما خلت تحضيرات البرنامج من المواقف اللطيفة، واستمتعنا بكل لحظة أثناء تحضير الحلقات مع أبطالنا وروحهم الجميلة. إيش بقول الحين؟ حتى الحكي اللي قلته قبل روح. أبي بس أمروني. لا بتشدي. بابا أحبك وايد. أحبك ما. حاول أرتب الأفكار شوية. قد ما إنه يعني مؤثر، بس لحظة بس سوري. كانت حلوة، شلح الربطة، نسيت الكلمة اللي ابتديت بها، خرعتني. حين زي اليوم صفقة، حين كذي شنو بالضبط تصير وضعي أنا؟ أسود بدون الكاميرا، مع الكاميرا صعبة. مرة ثانية تبغى أوجه كلمة مختصرة إلها؟ والله يبا أنا كنت صراحة، لا مو كنت بودري، ترى أنا تعرفون قاعدوا خاربة طادشت يمين ويسار. دخلوا الأكياس. ما شاف، رجع له مرة ثانية. شوفوا من قدامه. جديد تمام. كنت مستانس وكنت أعرف إنه كان في شيء صاير،
وكذا دور الكاميرات شنو صاير يعني، كنت ما كنت أعرف شنو قاعد يصير. حصلت كاميرات؟ لا ولا شيء. شباب مو قاعد يطالع الشاشة. لا الحين لحظة بتأكد في الشاشة. يحرص إنه يكون جو العمل جو عائلي. كأنه واحد منا فينا يعني متواضع. وما قصر يعني ما شفنا منه أي تقصير يعني. الشاشة شغالة. لما تمد يدك وتساعد غيرك أو تتفاني في عملك وتشعر أن وطنك يناديك فتلبي النداء، هذه الوطنية في أروع صورها، وطنية الواقع والضمير وحب الانتماء. بيستمر العطاء وبنواصل كلمة كفو لكل من استجاب لوطنيته وحبه وانتماءه للبحرين.